وأكد عدد من النواب أن قيام السلطات في الدوحة قامت باعتقال بحارة البحرين وهو أمر مرفوض وغير إنساني ويتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. اليوم وجود صيادين موقوفين في قطر وتهمتهم الوحيدة بأنهم يكسبون رزقهم من وراء الصيد في البحر فهذا شيء مرفوض تماما، لا من شعب البحرين ولا من الشعب العالمي بشكل أكبر. ما يؤلمنا إحنا كشعب مملكة البحرين بأن نشاهد أبناء مملكة البحرين وهم موقوفين في السجون القطرية. اليوم ما حد راح يحس فيها لما يكون عندك ابن، لما يكون عندك أخ، لما يكون هناك أب موقوف بتهمة بس أنه هو يطلع إلى البحر عشان يكسب رزقه، فهذا هو ما يؤلمنا إحنا في البحرين ويؤلمنا كإنسانية. مو حملة ممنهجة فقط، هي متعمدة لإثارة الأزمات والاختلافات ما بين الدول، وهذه الانتهاكات من السلطات القطرية طبعا مرفوضة، ومجلس النواب يقف دائما مع الدولة بما تتخذه من إجراءات للحفاظ وحماية البحارة البحرينيين. طبعا هذا يعتبر ترهيب ويعني عكس الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. لن نقبل ولن نقبل بذلك يعني في تكراره في القادم إن شاء الله.